إمتى آخر مرة بكيتي؟ سؤال محرج. من ساعة. من ساعة؟ ليش؟ شو كان السبب؟ معلش. ابني بعت لي صورة لإله واشتقت له. وين ساكن ابنك؟ ليش؟ باليونان. باليونان؟ قديش عمره البركة؟ يمكن قدك 22 سنة. ما شاء الله، قديش صار لك مالك شايفة؟ سنتين. من سنتين لهلا. طيب دائما نحن عم نسمع آراء الشباب اللي فاقدين أهلهم، كله مشتاق لأهله، خلينا نسمع اليوم رأي أم مشتاقة لأب. شو بتحسي اليوم وقت تتذكري أبنك؟ يعني قلبي، يعني قلبي برا، يعني قطعة قطعة مني بعيدة عني. يا لا 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 معلش، بلا ما نشوف دموعي، خلينا نشوف ضحكتك الحلوة هاي. الله يسعد قلبك يا رب، إن شاء الله هيك يا رب يكون بمكان أفضل. هو بالنهاية اليوم بمكان أفضل يعتبر. أنا ما بأكل همه لأنه مرضي، ما بهمني. الله عليك. مرضي وبتمنى كل الشباب تكون مثل ابني. الله عليك. لأنه ابني، مو لأنه ابني، يمكن بقوله إيه طبعا أمها بتمدح من ابنها، شيء طبيعي. لا حتى لو كان، حتى لو كان ابني مرضي وبكفي، ولأنه هو طلع مشاني ومشان أخوته وطالع يعني فكر فينا. وماما ايش بدك يعني، بيشلف حاله بالنار كرمالنا، ما باكل هم، اذا بمشي بالصحراء.